الذكريات دي ذكريات عمر التاريخ ما يمحاها من ذاكرة كل زملكاوي، من يوم ما طلعنا من البيت وفي رمضان وساعة الصيام لحد ما الفطار لحد ما الفطار ما المغرب اذنت وبنفطر، وكل زملكاوية اسكندريه بيعزمونا عندهم في بيوتهم لحد ما رحنا الاستاد وهدف محمود علاء بعد ما رجعنا للفار. ذكريات عظيمه وقعت قلبنا وفرحتنا وانبسطنا وضحكنا كتير وزعلنا كتير في الماتش لحد ضربات الجزاء ولحد ضربه الجزاء الاخيره بتاعت زيزو. الحمد لله رب العالمين، كانت فرحه عارمه والله عمرها ما هتنسى ولا التاريخ هيمحاها من ذاكرتنا. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكررها ان شاء الله. والزمالك فرح قلوبنا برضه، ونتمنى تتكرر السنه دي ان شاء الله، وانا عندي احساس ان الزمالك هيفوز بالكونفدراليه ان شاء الله السنه دي يعني، وربنا يوفقك. في 2019 كنا قاعدين على القافيه مع زمايلنا وكده، وكانت فرحة عمرها ما توصف يعني، وإن شاء الله عايزين الفرحة دي تاني بإذن الله بالأيام اللي إحنا فيها دي. الزمالك هو الحياة. كلنا متفائلين خير إن شاء الله. طبعًا إحنا نفس الفريق لعبناه في رمضان، كان شهر فضيل وكان شهر خير علينا، خدنا منه البطولة، وإن شاء الله التاريخ بيعيد نفسه وهناخدها تاني. وكانت ذكريات جميلة جدًا، إن كانت البطولة الكونفدرالية الأولى للنادي. إن شاء الله بإذن الله نتمنى للزمالك يلعب جيم محترم بره ويعمل نتيجة إيجابية، وان شاء الله البطوله بتاعتنا على ارضنا. فرق في النادي جوه هنا، في كنا في رمضان والحمد لله ربنا اكرمنا بالفوز، وكانت فرحه كبيره وجميله طبعا الحمد لله. هو التاريخ بيعيد نفسه، كانت الماتش اللي هناك كان الزمالك خسر 1-0 في الدقائق الاخيره، وكان ماتش صعب. ماتش العوده برده كان فيه نوع من الصعوبه برده، ضربه الجزاء اللي اتحسبت ورجعنا للفار، كل دي طبعا لحظات كنا عايشينها في الملعب. محمود علاء طبعا ربنا كرمه وجاب ضربه الجزاء ولعبنا ضربات ترجيح، وكانت بطوله يعني مهمه جدا كونفدراليه. ان شاء الله التاريخ بيعيد نفسه، بس مع الاختلاف الوحيد احنا مش هنرجع لضربه الجزاء، الزمالك يكسب هناك وهنا. عندي ثقه في الفريق، عندي ثقه في المدرب ان هم هيحققوا الفوز في المغرب وهيحققوا الفوز في القاهره باذن الله.